خليهم جوزيف. خليهم جوزيف. نحن اجينا مشان نطلع من هون. خاطر لبس الملاية وما انا رح استنى برا. ايه يلا يلا يلا. خاتم جوزيف. خاتم جوزيف. انا خاطر. خاطر بسم الله عليك يا خالتي. خالتي بسرعة بسرعة بسم الله. وانا رح ادير وشي، ما معنا وقت. بسرعة خالتي. بسرعة خاتم جوزيف. الله يوفقك. بسرعة. عندك فارس؟ لا يا ابو شوكت، ولا يهمك وحياة عينك. انا ما شفت ولا سمعت ولا بنفتح امي بكلمة. بري علي طمني هلا. ايه شلون لقيت لي الخلطة؟ والله بدك الصراحة يا ابو شوكت لسه لهلا ما ايه والله. لا عم شو هالقصة؟ ايه ما تركت لك شيء ما حطيت لك فيها؟ اخي انا رح اعمل لك خلطة سرية على كيف كيفك. ومجربة؟ لك مجربة ومفعولة على الأكيد. لك عراسي إنتي يا أبو شوكات. لك عراسي إنتي. بس الله يرضى عليك لا تحكي قدام أهل الحارة وتعمل لنا شغيصة. أعوذ بالله سرك بيبي. شو اتفقنا؟ تأخروا الشباب ما تأخروا. شو القصة يا جماعة؟ لهلا ما بين حدا. بسيطة بسيطة بيصلوا. الله يرجعهم بالسلامة. الله حي الرجال. لا ماني وصلت. تفضلوا يا بضايات تفضلوا. لا معلش يا عمي، الرجال لازم ترجع على الغوطة. مكتورين الخير يا رجال، انتوا كسروا. يلا يا رجال الحقوني لنوصل على البيت. شرفوا يا رجال. الله يقويكم يا رجال. رجال العقادي طلبت أهله. وما اعتز أهله. عقادت حارة الضبع وانت هلأ صرت عقيدة. حيو من قال حيينا. حيو من قال حيينا. حارة الضبع هي اللي بتختار عقاداتها وانت عقيدة. هاي الحارة أماني برأتك ليوم الدين. يا رب العالمين اللي وفق هالشباب وقدروا يقوموا بهالمهمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين سيد مأمون. أخي أبو حاتم، هاي سيد مأمون مأمون بيت بلا أخي نادي يا أبو كامل مثلك مثل الناس كلها. عشان واجبك. الله يخلي لي إياك.
لك شو هالجمعة الحلوة؟ العقيد معتز وابو قاسم وابو حاتم وسيدنا الشيخ، لك الهي الهي شوفكم مجتمعين عند النبي يا حق. والايل يا ابو كامل. الله يخلينا اياك يا سيدنا. يا سيدي شو المهم اللي كنت عم تحكي عنا؟ هاتوا احكوا لنا فرحونا. الشيخ عبد العليم كان عم يحكي عن جماعه الكتله الوطنيه القبضايات الاشراف اللي طلعوا مظاهره ضد المعاهده. ايه شو عليه يا اخي؟ هدول شباب كلهم وطنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ابو ديبو سهلا لهلا. ابو ديبو زكاتك طعم شاي على السريع. ايه بتمر امر عمي ابو حاتم. طمنيني ام بشير، كيف صحيت ام جوزيف؟ والله مالي عرفانه شو بدي اقول لك يا ابن عمي، يا على قامتي لهلا ما نامت وموجوعه. الحمد لله انقضت على خير. ان شاء الله يكون عصام والحكيم حمزه. فوتي لجوا لشوف مين. ناديني ابو شاكر. ومحسوبك ابو الورد. يا اهلي سهلين، يمكن جناب الكومندان فهمكم شو طبيعه المهمه. مفهوم سيدي. امرك سيدي. معناها من بكره الصبح بتكونوا عندي بالبيت، ماشي؟ أوامركم بتاخدوها من يوم ورايح من مسيو مامون. مفهوم؟ مفهوم سيدي. بإمكانكم تصفوا. احترامي احترامي سيدي. أقبضوا. ألو إيه؟ وي؟ أنا أتاكي لوبيتال. إلى بريزونيير؟ On l'a enlevé. Écoutez, lieutenant, vous avez commis une grande faute et vous allez être interrogé. Khair Sid Machoufi. M. Joseph. M. Joseph Marira. Des saccageurs, des mokharibines, hajamou à l'hôpital, ou khatafou M. Joseph. Où est-ce que ça s'est Cette nuit. ليلي يطنن النمخ. انا كثير واثق انه اهل الحاره لهم علاقه بالموضوع. انا باكد لك يا جناب الكومندان انه الحاره ماشيه مثل ما بدنا، بس الليله مزبوط كان في حركه مريبه وغريبه بالحاره. على كل حال هذا عملك، بدي تتحقق من الموضوع وتجيب لي الاخبار بسرعه. ماشي يا جناب الكومندان، انا رح تابع الموضوع بنفسي بدقه وبهدوء تام. شو بدنا نساوي مع هذا ابو حاتم صاحب القهوة؟ هذا كثير شاكك فيني. قسيوغيفو، أنا سأتسخف. طمنيني خالتي أم جوزيف، شلون حاسة هلا؟ نشكر الرب، أحسن أحسن. أنا أعطيتك دواء هلا لحينيمك ويريحك، إن شاء الله معافاية. كثر خيرك. سلام عليكم. عليكم السلام. يلا يلا. طمنوا يا جماعة، وضع لأم جوزيف كتير منيح. حكيم، بس كأنه عم تتوجعها. معلش يا بشير، أنا هلأ أعطيتها دواء لحنيمها وريحها. إيه حكيم، المهم اطمنت على جرحها. إيه عمي أبو بشير اطمنت. طمنوا يا جماعة، وضع لأم جوزيف كتير منيح. بعدين يا شباب الشيء اللي عملتوه اليوم كتير كبير، بس ليش ما خبرتوني كنت رحت معكم؟ معلش حكيم، نحن مخبينك لهيك لحظة. بشير، قول للحريم يسوي لنا عشاء. صار يا أبي. ما في داعي يا عمي أبو بشير. شلون ما في داعي لك ابني؟ ما بيكفي جبناك كرفتي؟ يا عمي أبو بشير هذا واجبي تجاه كل الناس. هلا تفضلوا على غرفة الاستقبال، وهلا بخلي أم بشير تقعد مع أم جوزيف، وإذا صار شيء هي بتخبرنا. عصام. شرف حكيم شرف. يلا يا رب يلا. صحي يا مو صحي، قدرتوا تخلصوها لأم جوزيف؟ إيه يا موي، وشعل هلا بيت أبو بشير. يا حبي الشوم عليكم يا حبي الشوم،
وليه ما جبت امي لهون لعندي على البيت؟ يا بشير حلف ميت يمين وعظيم الا ياخذها لعند منه وشعه واخذها. يا انا بتبرك يا ام زكي، انا بتبرك، بتعرف كل القصه وما جابت لي سيره، والله لا ورجيها. يا مو نحن ما حبينا نحكي بالموضوع لانه الحرمه صارت امانه برقبتنا. وانت قلتها يا مو، هي ام جوزيف هي بدكم تديروا بالكم عليها منيح، هي اخت رجال يا مو وما بتستاهل منكم الا كل الخير. امي انه زمان الاكل جاهز. يلا خيريه يلا جايين بنتي جايين. شبه البنت ليش هيك عم تحكي بنتورة؟ لا تقبرني لا ما عم تتنتور، بس انت يا امي الله يرضى عليك لك دير بالك عليها شوي. شو اعمل لها يعني يا مو؟ لك امي المره بتحب الكلمه الحلوه، اللمسه الناعمه الحنونه بتصير مثل المسبحه بين اصابعك، وانت هيك واقف تجني دشتك العافيه مع خيريه. والله انا هيك الله خلقني يا مو، واذا ما عجبها تصطفل. سيبهم إلهم ساعة عم يودودوا مع بعضهم لتكون مرتعمني عم تحكي له عني. يبعت لك عما يا خيري، ضروري تحكي له وتفضفضي للي بقلبك. بركدن هلأ زعل مني ابن عمي لأني حكيت له. عطس.